بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأكملان الأتمان الأنوران الأزهران على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين، عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا. اللهم زدنا علما ونورا يا رب العالمين، واجعل أقوالنا وأفعالنا خالصة لوجهك الكريم. ثم أما بعد، سادة الكرام، طلاب العلم الشريف، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع الدرس العاشر تقريبا من شرح الأشباه والنظائر في قواعد الفقه الشافعي. وكنا قد وقفنا في الأمر الخامس من المبحث الثالث، ما يترتب على التمييز وهو الإخلاص. تفضل يا مولانا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم شيخنا في الدارين آمين: الأمر الخامس مما يترتب على التمييز الإخلاص، ومن ثم لم تقبل النيابة. لم تقبل النيابة بمعنى أن الإخلاص لا يصح أن أوكل غيري فيه، لا يقبل النيابة، يعني أو النية نفسها لا تقبل النيابة. النية مجردة، مش العمل مع النية، النية مجردة. بالتأكيد أنا لو هوكل حد في حج أو عمرة أو توزيع زكاة أو ما شابه ذلك فإنه سينوي عني، ماشي؟ أما النية مجردة، يعني أقول للإنسان انوي عني، لا تقبل النيابة، لأن هذه أعمال لا تصلح إلا من الإنسان، تمام؟ وكذلك يعني حتى أعمال القلوب كلها كالتوكل والإنابة والخشية لا تقبل النيابة. هل هتوكل حد إن هو يخاف ربنا عنك؟ هل هتوكل حد إن هو يتوكل على الله عنك؟ كذلك النية من أعمال القلوب، فهي وحدها مجردة لا تقبل إيه؟ لا تقبل النيابة. قال: لأن المقصود اختبار سر العبادة، وهذا لا يصلح فيه النيابة. اختبار سر العبادة وهو الإخلاص لا يصلح فيه النيابة. هل حد هيخلص عن حد؟ الإخلاص هذا سر بين الإنسان وبين ربه تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فهذا أمر غير قابل للنيابة أصلا، غير قابل للنيابة. أما النية المقترنة بالعمل فتقبل النيابة. بالتأكيد أنا حينما أصوم مثلا عن ولي، من مات عليه صيام صام عنه وليه، تمام؟ وإحنا قلنا أصلا النية من يعني غاياتها التمييز، تمييز رتب العبادات بعضها عن بعض. فصحيح هي تميز النفل عن الفرض، والنذر عن الفرض، وأيضا تميز ما إذا كنت أصيلا أو كنت وكيلا، تمام؟ فحينما أحرم أقول أحرمت عمرة عن فلان، أو أحرمت بالحج عن فلان إذا كنت وكيلا في الحج. أوزع الزكاة، أنوي أن هذه زكاة فلان، أو أنا وكيل فلان في توزيع هذه الزكاة، تمام؟ فهذه النية المقترنة بالعمل تميز العمل ما إذا كنت أصيلا أو ما كنت وكيلا. وهو لم يذكر هذا في التمييز، ذكر تمييز رتب العبادات بعضها عن بعض وتمييز العادة من العبادة، لكن هذا أيضا لم يذكره، اللي هو إيه؟ تمييز الأصالة عن النيابة. تفضل يا مولانا. قال ابن القاص وغيره: لا يجوز التوكيل في النية إلا فيما اقترنت بفعل، لأن النية هنا لابد لا عمل إلا بنية. إذا قلنا أنه هو يفعل دون أن ينوي مش هينفع. إذا قلنا أنه يفعل يعني يوزع الزكاة أو يصوم عن
وليه أو يحج عن غيره أو يعتمر عن غيره. إذا قلنا إن النية هنا لا تقبل النيابة فالعمل يبطل، لأنه لا عمل إلا إيه؟ لا عمل إلا بنية. فإذا كانت النية، فتأتي هنا النية تابعة للعمل، تأتي هنا النية إيه؟ يعني الوكالة أصلا ليست في النية، الوكالة في إيه؟ في العمل، والنية تابعة. من حيث ماذا؟ من حيث إنها شرط، ومن حيث إنها مقدمة واجب، ومقدمة الواجب واجبة، مش كده؟ احنا خدنا كده في الأصول، مقدمة الواجب إيه؟ واجبة. الوكالة نفسها أو النيابة نفسها تجعل اشتراط النية تبعا للإيه؟ لوجوب الإيه؟ الفعل. تفضل يا مولانا. قال: كتفرقة زكاة وذبح أضحية وصوم عن الميت وحج. وقال بعض المتأخرين: الإخلاص أمر زائد على النية. الإخلاص أمر زائد على النية. النية هي القصد، النية إيه؟ هي القصد، قصد هذا الفعل، تمام؟ أما الإخلاص فقصده أن يكون لله لا لغيره، وهذا فيه درجات، يعني ها فيه إيه درجات؟ في أشياء الإنسان يعني يكون ملتفتا إليها، وأمور خفية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الرياء هو الشرك الخفي. الرياء الشرك الإيه؟ الخفي، الإنسان ما يأخذش باله من القصة دي. والرياء يعني أخفى من دبيب النملة السوداء على الصخرة الملساء في الليلة الظلماء. نملة سوداء على صخرة ملساء في ليلة إيه؟ سوداء. ولذلك الصوفية، السادة الصوفية بقى، خدوا القصة دي واشتغلوا عليها كتير، غير الفقهاء. هو الفقيه عايز يقول لك حاجة واحدة بس، إن أنت تكون قاصدا لما تفعل، تكون قاصدا إيه؟ لكي يتميز عن العادة، كغسل التبرد مثلا وغسل العبادة، كغسل التبرد وغسل العبادة، كأفعال الوضوء وأفعال التنظف والتطهر وما شابه ذلك. فعمل الفقيه أن يكون القصد متوجها لهذا العمل دون غيره، سواء أكان عادة أو عبادة أو نفلا أو فرضا أو وكالة أو أصالة. أما الصوفي فشأنه إيه؟ شأن آخر، هو يريد أن يجعل عملك متوجها بالكلية إلى الله سبحانه وتعالى. يعني فإخلاص النية لله سبحانه وتعالى يعني ألا تلتفت فيه لغير الله سبحانه وتعالى بالكلية. وجرد هذا الأمر في كلمتين: أن يستوي عندك الذم والمدح، أن يستوي عندك الذم والمدح. يعني إذا لا تتأثر بالذم ولا تتأثر بالمدح، لأن قصدك مجردا لوجه الله سبحانه وتعالى. إذا دخلت في أمر من أمور الخير فابتليت بمصيبة أو كذا، ملتفت لا يصل، أنت يعني قصدك إرضاء الله عز وجل، قصدك وجه الله سبحانه وتعالى، فلن تلتفت إلى ما يجري لك من الخير أو ما يجري عليك من أقدار الله عز وجل من الابتلاء. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم ونبلو أخباركم. فالابتلاء سنة الله عز وجل في خلقه، وأشد الناس ابتلاء هم الأنبياء. يعني بعض الناس لما يجي يبتلى، يا جماعة إذا كانت حتى دي نقطة خارجة عن الموضوع، يعني معلش، بعض الناس لما يجي يبتلى يحصل عنده ابتلاء يجري عليه فقر أو مرض أو كذا أو كذا، أول ما يخطر في باله أن الله غضبان عليه. هذا شيء غلط، ها يقول ربنا غضبان عليا؟ طب يبقى ربنا غضبان على الأنبياء، وربنا غضبان على الأولياء، ده دول أكتر ناس تحملوا من المحن والبلاء ما لا يتحمله إنسان، وأشدهم هو سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. لذلك رب العالمين خاطبه بقوله: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. يعني أولو العزم من الرسل هم الخمسة،
المعروفون وسيدهم هو سيد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، سيدنا إبراهيم وسيدنا نوح وسيدنا موسى وسيدنا عيسى، وأشدهم ابتلاء هو سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. حتى في موته قال إني لأوعك كما يوعك الرجلان منكم. يبقى قضية ارتباط الابتلاء بالغضب دي مش صحيحة، ولكن أنت تطلب من الله الرضا، وتطلب منه الصبر، وتطلب منه الثبات، وتجاهد نفسك أن تكون راضيا عن الله، ولا تتمنى البلاء حتى لا تكون من المتشبعين بما لم يعطوا. أحد الصالحين كده يعني أعجب بنفسه مرة كده وقال يا رب الدين ابتليني بما شئت، إيه ابتليني بما شئت فسوف أصبر فسوف أصبر، فابتلي بحبس البول فأصبح يمضي في الشوارع ينادي الأطفال يا أطفال أدعوا لعمكم الكذاب فقد زعم أنه يصبر ولم يصبر، واخد بالك؟ فالإنسان لا يتمنى الابتلاء، ولكن إذا ابتلي رضي وصبر، ومن يتصبر يصبره الله سبحانه وتعالى. المهم أن الإخلاص أمر زائد على النية، ولذلك اسمه إخلاص النية، إخلاص النية، إخلاص النية لله. أما النية فهي القصد المجرد أن تفعل هذا الفعل عادة أو عبادة أو نفلا أو فرضا وما شابه ذلك. تفضل يا مولانا. وقال بعض المتأخرين الإخلاص أمر زائد على النية لا يحصل بدونها وقد تحصل بدونه. قد تحصل النية، يعني نويت الصلاة فرضا، هل ممكن أنا بقى أعمل الحكاية دي رياء سمعة عجبا؟ ممكن، ده لا ينافي أنني نويت الصلاة فرضا، يبقى وأهو نويتها نفلا، نويت قيام الليل، نويت الحج والعمرة، وبعدين أنا راجع منتظر الناس تقول لي يا عم الحج، ده موضوع تاني. القصد المجرد المحدد المعين للعمل ودرجته ونوعه أمر يعني إيه مرتبط بالإخلاص لكنه منفصل عن الإخلاص، يعني مغاير للإخلاص. تفضل. ونظر الفقهاء قاصر على النية. نظر الفقهاء قاصر على النية، لا تعلق له بقضية الإخلاص. وإحنا قلنا التعلق عند مين؟ عند أهل التصوف، عند الصوفية، هم اللي بيعلمونا إزاي الخشوع، إزاي الخضوع، إزاي إن إحنا عدم، إزاي إن إحنا ولا حاجة، إزاي إن إحنا متشرفين، إن إحنا نكون ويعني ماثلين بين يدي الله سبحانه وتعالى. هم اللي بيعلمونا إيه؟ بيعلمونا هذا الكلام، ها؟ فيعلمك قدرك، يعلمك قدرك، يعلمك قيمتك الحقيقية، وإني لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، ده ربنا سبحانه وتعالى هو اللي أجرى عليك هذا القدر، لا جدعان منك ولا أي حاجة، واخد بالك؟ فما تعجبش بنفسك قوي كده وانت رايح تعمل حاجة خير، لأن ده فضل ومحض نعمة من الله سبحانه وتعالى، محض فضل من الله سبحانه وتعالى لا دخل لك فيه. حتى التوبة، السيدة رابعة العدوية تقول توبتنا تحتاج إلى توبة واستغفارنا يحتاج إلى استغفار. فضل مولانا. قال ونظر الفقهاء قاصر على النية وأحكامهم إنما تجري عليها، وأما الإخلاص فأمره إلى الله. نعم. ومن ثم صححوا عدم وجوب الإضافة إلى الله. عدم وجوب الإضافة لله، يعني مش لازم، صححوا عدم وجوب، صححوا عدم وجوب، مش أبطلوا الإضافة، خد بالك. يعني ما معنى صححوا عدم وجوب الإضافة إلى الله؟ يعني الصحيح أني لا أقف في نيتي وأقول نويت أصلي لله، هذا ليس بواجب، لكن هل هو حرام؟ هل هو بدعة؟ لا، ليس بدعة، وإنما ليس واجبا، ليس إيه؟ واجبا، إنما نويت الصلاة، نويتها فرضا، نويتها نفلا. موضوع لله بقى ده روح عند الإيه؟ الجماعة اللي بيربوا وبيأدبوا وهم من غير ما أنت ما تقول هيعلموا لك الحكاية دي. تمام. قال ومن ثم صححوا عدم وجوب الإضافة إلى الله، وهذا لأن بعض الناس تقول لك إيه ده بدعة،
ما تقولش نويت أصلي لله بدعة، على أساس يعني المعيار المنحرف عندهم للبدعة إن كل ما لم يقله أو يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو إيه سموه إيه الأكلاشيه الشغال ده، لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يفعله الصحابة، لم يفعله التابعون، فإكوال بدعة يعني كده لم يفعل. طيب ما هو ما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يفعله الصحابة ولا التابعون دوت ناتج عن أحد أمرين. الأمر الأول التحريم، إن هو ممنوع شرعا، وهذا يعني أن فيه نهي صريح ولا تحريم إلا بنص. والأمر الثاني عدم الخطور بالبال، وهي دي الحتة اللي مش واخدين بالهم منها. عدم الخطور بالبال ده لا يسمى حقيقة تركا، عدم الخطور، عدم خطور الفعل بالبال لا يسمى تركا أصلا، ده احنا بنسميه ترك ايه مجازا، لكن الترك لا بد فيه يعني من القصد، لأن الترك في الحقيقة فعل، تمام. وهذا هو المنهي عنه، أن يقصد النبي صلى الله عليه وسلم إلى شيء ثم لماذا تركه، في أمور تركها النبي صلى الله عليه وسلم وقصد النبي صلى الله عليه وسلم إلى تركها، وما هي إلا مباحة في حقنا كأكل الثوم والبصل وهذه الأشياء مثلا، هذه تركها النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أبي أيوب، فسأله أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال أحرام هو يا رسول الله؟ قال لا، ولكني أناجى، يعني بالوحي صلى الله عليه وسلم. فإذا ليس مجرد الترك، حتى الترك القصد إلى الترك لا يعني إيه؟ لا يعني التحريم، وإنما احنا بنشوف بنفصل في الترك ده، هل في نهي، هل النهي في للتحريم، هل النهي في للكراهة. وإلا فإن الزمن الضيق لا يستوعب جميع الأعمال. حتى نقول هذا لم يفعله رسول الله، وهذا لم يقله رسول الله، وهذا لم يفعله رسول الله، وهذا يعني هذا معيار للأسف، يعني اللي تسبب في ترسيخه في العلوم وفي الأمة هو ابن تيمية غفر الله له ورحمه. حتى لما جيت أكلم في قضية المجاز ويريد أن يمنع المجاز قال لم يقل به الصحابة، هذا يعني حاجة عجيبة فعلا. هذا مش ما بقولش يعني، لما تيجي تقرا كلام ابن تيميه في المجاز بيقول لك ان هو استحدث، واول من قال به معمر بن المثنى، ابو عبيده معمر بن المثنى، متوفى 302 300 وحاجه هجريه. طيب ايه يعني؟ ايه المشكله يا عم ابن تيميه قال به معمر؟ ايه المشكله؟ هل معمر اخترع المعنى ولا اخترع الاصطلاح؟ المعنى موجود كسائر الأمور الاصطلاحية التي لها معاني، كنصب الفاعل وكرفع الفاعل ونصب المفعول والمبتدأ والخبر والمجاز، كل ده كان الصحابة بيتكلموا به، ولكن لم يتكلموا به اصطلاحا، وإنما تكلموا به إيه؟ معنى. الشعر ما هو موزون، والصحابة، لكن من الذي أظهر هذه الأوزان في صورة تفعيلات؟ الخليل بن أحمد الفراهيدي. فهل نقول إن ده بدعة؟ فبرضو ابن تيمية غالى كثيرا في اعتبار أن ما لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا التابعون يعد في باب البدعة، الأصل عنده كده. وطبعا ده ترسخ جدا عند إخواننا السلفية، وبقي يبهر يعني يرهبك، مش يبهرك يرهبك، هو الموضوع غباء ما فيهوش إبهار، يعني يقولك هذا الفعل هل فعله النبي أو لم يفعله النبي، يحط الإرهاب الفكري. طيب لم يفعله النبي، أنت أحسن من النبي ولا النبي أحسن منك؟ حاجة يعني في منتهى السطحية وفي منتهى الغباء، لأن ببساطة شديدة الصحابة أنفسهم ما فكروش كده، عملوا كثير من الأمور المحدثة في العبادات بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كالاجتماع على التراويح والمداومة عليها، كجمع المصحف في كتاب واحد ولم يكن مجموعا على عهد رسول الله جمع، فالقرآن جمع مرتين، مرة في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ومرة في عهد
سيدنا عثمان رضي الله عنه. وهذا من المحدثات وفي أمر الدين وفي أمر إيه؟ وفي أمر العبادة. فناخد بالنا من الموضوع دوت، مش البدعة مساوية لما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. ولازم نواجه الناس زي نقول لهم لا غلط، الكلام اللي انتوا بتقولوه غلط. الكلام اللي انتوا بتقولوه يقتضي شيء واحد، ان الصحابة مبتدعين. لو خدنا المعيار ده كقاعدة، والقواعد من شأنها أن تطرد، فأنتوا كده بتحكموا على الصحابة أنهم إيه؟ أهل بدعة، لأنهم فعلوا أشياء لم في العبادات لم تكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفضل يا مولانا. قال: ثم للتشريك في النية نظائر وضابطها أقسام. التشريك في النية أن تنوي العمل لله ومعه غيره، أن تنوي العمل لله عز وجل ومعه غيره، أو دي صورة، أو تنوي بالفعل الواحد أمرين مختلفين، فرضا نفلا تحية فرضا. فالتشريك هو تعدد الجهات في النية، إما أن تشرك مع الله غيره. طب تشرك مع الله غيره دي إيه؟ قولا واحدا دي كده باطلة كفر يعني؟ لا، مش كلها كده يا جماعة، والله ليست كلها هكذا، وسيأتي. يعني لو نوى الذبح، الفرع اللي جابه الإمام السيوطي وحرمه قولا واحدا فيه تفصيل، يعني لو نوى أن يذبح لله عز وجل ومعه غيره، هو الإمام السيوطي هنا جاب رأيا واحدا أو وجه الأمر توجيها واحدا أن هذا يحرم. طيب، هذا إذا كان نوى الذبيحة لله عز وجل ونوى معه غيره اعتقادا، يعني يعتقد بتوجيه الذبيحة إيه؟ لغير الله سبحانه وتعالى. طيب، لكن في صور ما فيهاش الكلام دوت، يعني ذبح لله ولمقدم فلان، ذبح لله وللأمير، ذبح لله وللحسين، للتفريق عند لتفريق الذبيحة عند الحسين. فليس كل ما لله ولا غيره يدخل في باب الحرمة وفي باب الشرك. لازم نعرف الغيرية دي نفسها هي ايه، تمام؟ إذا انضم إليها اعتقاد فهذا هو الذي يبطل، اعتقاد أن هذا المخلوق يعني صالح لأن يتوجه له هذا. لكن والله هو ينوي لله، واخبال حضرتك، طب وللعرس ولقدوم الأمير ولفلان، فوش أي حاجة، ما ليس فيه أي شيء، واخبالك. فحتى التشريك في النية الله مع غيره فيها تفصيل، فيها إيه؟ تفصيل. ما كان اعتقادا وما يقول، يعني لو قال أذبح لله وللحسين فإنه يقول لله عز وجل، يعني كأن هذا تفصيل أو جزئية مما هو لله سبحانه وتعالى، أو تخصيص العام. يعني ما كان ذبحا لله عز وجل يندرج تحته صور كثيرة، منها أن يذبح للحسين بهذا المعنى، أن يذبح للبدوي بهذا المعنى، أي يفرق ويوزع لحم هذه الشاه لفقراء الحسين أو لفقراء البدوي. هذا منصوص عليه في كتب الفقه. فإذا كان النية هكذا فالتشريك هنا تشريك صوري، التشريك هنا تشريك صوري. طبعا نفس الحكاية ديت عند الإخوة، كفر. أي حاجة كفر، تمام؟ أنا مش عايز أقول لكم صور يعني عشان ما تصطدموش. مرة كنت رايح أزور واحد، والراجل ده تاجر، هو يعني صديق من إخواننا السلفيين، ورحت سلمت عليه، وبعدين هو قدامه راجل تاجر تاني برضو أعرفه، فسلمت عليه قلت له السلام عليكم يا فلان، إزايك، عامل إيه، أخبارك؟ فهو صاحبنا التاني ده غضب واتضايق جدا،
قال لي ما تسلمش عليه ده مشرك. قلت له مشرك؟ ما لقيتش أصنام مثلا قدام المحل ولا بيعبد مشرك إزاي يعني؟ قال لي الراجل ده مشرك كافر. قلت له ليه؟ قال لي كل يوم بيرش مية قدام الدكان المحل بتاعه بيرش قدامه مية. قلت له أيوة ما دي نظافة حلوة. قال لي لا هو معتقد إن رش المية ده بيجيب له زيادة في الرزق يعني هو واخد بالك على كلام العامة يقول لك يا ابني رش المية خلي الرزق يجي واخد بالك. فجعل هذا مكفرا وأراد أن يمطل يا ابني هذا كلام يعني بيقول لك إن الجو لما يكون كده نظيف قدام المحل الزباين تفتح يعني ويجي الرزق إن ده سبب إن دي سببية يا ابني دي سببية مش هو بيعتقد إن نفس رش المية مؤثر في الرزق. قال لي لا هو كده. طب وأنت ما أدراك ما أدراك شفت بقى جنون التكفير واخد بالك جنون التكفير إن هو يعتبر أي فعل وأي لفظ يعني مكفر كأن الدين يعني شيء معلق كده في جيب الإنسان ممكن يسقط في أي حاجة. فخذوا بالكم من الكلام. تفضل يا مولانا. قال ثم للتشريك في النية نظائر وضابطها أقسام. الأول أن ينوي مع العبادة ما ليس بعبادة فقد يبطلها. شوف الدقة بقى فقد يبطلها فقد يبطلها عشان التفريع اللي احنا ذكرناه أنه يفرق بين ما كان من التشريك اعتقادا في المشرك مع الله أو كان أمرا عاديا كذبحت لله وللزوجة مش الزوجة نفسها مش ذبحت الزوجة نفسها ذبحت لله وللزوجة يعني في العرس يعني أو ذبحت لله وللزوج أو ذبحت لله وللأمير أو ذبحت لله ولمقدم فلان ابن جاي من السفر وهكذا دي صور متعددة تمام. فيصح فيها التشريك ولا تبطل ولا وهي أصلا لله ده غاية ما هنالك أن هذا تفصيل بعد إجمال هذا تشريك كما ذكرت تشريك صوري وليس تشريكا حقيقيا. فلذلك الإمام السيوطي برضو عبارته دقيقة قال فقد يبطلها فقد يبطلها. شوف كلام الفقهاء ويحضرني منه إيه صورة. تفضل يا مولانا. قال وهي ما إذا ذبح الأضحية لله ولغيره وإحنا قلنا دوت برضو في إيه صور هو كمان فانضمام غيره يوجب حرمة الذبيحة إذا كان على وجه الاعتقاد ويقرب من ذلك ما لو كبر للإحرام مرات ونوى بكل تكبيرة افتتاح الصلاة فإنه يدخل في الصلاة بالأوتار ويخرج بالأشفاع. الله أكبر الله. إحنا قلنا ده له صورتين يا جماعة له إيه صورتين هيعمل الإمام السيوطي بيقوله دوت الله أكبر بنية الدخول وبعدين يكبر تكبيرة تانية للإحرام لأنها لو كانت ذكرا محضا فلا تبطل الصلاة لأن الذكرى من جنس الصلاة فلا يبطلها. موضوع الكراهة أو مش الكراهة ده موضوع تاني احنا بنتكلم عن هذا. هل هذا كلام أجنبي عن الصلاة؟ لا ليس كلاما أجنبيا ومن ثم لا يبطل الصلاة. لكن لو نوى به افتتاح الصلاة مرة أخرى اللي هي كبر ثم كبر ثم كبر وفي كل مرة ينوي بذلك الدخول في الصلاة فهذا له صورتان. الصورة الأولى أن يفتتح بالأولى ويفتتح بالثانية فقد خرج من الصلاة بالثانية فيفتتح بالثالثة الله أكبر فقد دخل في الصلاة ثم يفتتح بالرابعة فقد خرج من الصلاة. ليه؟ لأن الثانية تبطل الأولى تمام. افتتاح صلاة بعد الصلاة يبطلها ويعد هذا كلاما أجنبيا. لماذا؟ لأن نيتي الافتتاح نفسها تخرجني من الصلاة لأن الافتتاح لا يكون داخل الصلاة يعني أنا نويت شيئا أخرجني من الصلاة. ولذلك في الصورة الثانية قال بقى ده لو هو عمل نفس الفعل دوت يعني كبر 10 تكبيرات بالصورة ديت كبر لافتتاح الصلاة
ثم نوى الخروج من الصلاة يخرج، فكبر الثانية، الثانية تدخله في الصلاة. يبقى احنا عندنا ايه؟ صورتين. صورة بينوي بكل تكبيرة إبطال الأولى، أو ينوي بكل شفع إبطال الوتر فيدخل بالأوتار ويخرج بالأشفاع. الصورة الثانية ينوي بكل الدخول في الصلاة لكن بين التكبيرتين ينوي الخروج فيدخل بالأوتار ويدخل بالأشفاع. إيه الصورة التي لا تبطل أصلا؟ أن يكبر ذكرا لله عز وجل، والذكر من جنس أعمال الصلاة فلا يبطلها. أخواتنا اللي معانا فاهمين؟ يعني الدنيا ماشية معاكو؟ طيب. قال فإنه يدخل في الصلاة بالأوتار ويخرج بالأشفاع. الأوتار الأعداد الفردية 1 3 5 7 إلى آخره، الأشفاع الأعداد الزوجية. لأن من افتتح صلاة ثم افتتح أخرى بطلت صلاته، لأنه يتضمن قطع الأولى. فلو نوى الخروج بين التكبيرتين خرج بالنية ودخل بالتكبيرة. أيوة. ولو لم ينوي بالتكبيرات شيئا، اللي هو محض الذكر ده اللي احنا قلنا عليه، ما يبطلش الصلاة. ولو لم ينوي بالتكبيرات شيئا لا دخولا ولا خروجا صح دخوله بالأولى. والبواقي ذكر. والذكر من جنس أعمال الصلاة لأن الصلاة إيه؟ ذكر. فضل مولانا. وقد لا يبطلها وفيه التشريك. صور. التشريك ده بيتكلم وقد لا يبطل التشريك العبادة. تفضل. وفيه صور، منها ما لو نوى الوضوء أو الغسل أو الغسل والتبرد ففي وجه لا يصح للتشريك، والأصح الصحة. لماذا الأصح الصحة؟ لأن التبرد حاصل، يعني لو لم ينويه يحصل، فنيته لا تؤثر. يعني لو أنا نويت الاغتسال لرفع الجنابة أو نويت الوضوء للصلاة رفع الحدث، التبرد هيحصل كده كده والتنظف هيحصل كده كده، ولا فنيته لا تؤثر. فهناك من اعتبره تشريك وهذا هو مقابل الأصح، تمام، فأبطله، فقال لو نوى التبرد أو التنظيف أو ما شبه ذلك مع نية رفع الحدث فلا يرتفع الحدث. والأصح أنه يرتفع وأنه يجزئ. لماذا؟ لأنه نوى شيئا لو لم ينويه لحدث. حتى لو لم ينويه لحدث، فالنية هنا تحصيل حاصل، أمر زائد لا يضر، يعني لغو، يعني مهمل، يعني ملوش تأثير، تمام؟ فهو نوى الوضوء، نوى رفع الحدث، ونوى التبرد معا، والتبرد على كل حال ماذا؟ حاصل حاصل، يبقى إيه؟ لا يؤثر على الأصح. قال والأصح الصحة لأن التبرد حاصل. شوف التعليل، لأن دي خد بالك منها، خد بالك منها، التعليل أهم شيء في القواعد، التوجيه والتعليل، لأن التبرد حاصل نواه أو لم ينوه. قال لأن التبرد حاصل قصده أم لا، فلم يجعل قصده تشريكا وتركا للإخلاص. أيوة. بل هو قصد للعبادة على حسب وقوعها، لأن من ضرورتها حصول التبرد. تمام. ومنها ما لو نوى الصوم أو الحمية أو التداوي، وفيه الخلاف المذكور. أي نفس الشيء، ما هو الصوم فيه حمية، الصوم فيه حمية، اللي هو إيه؟ اللي هو عايز يعني ينزل من وزنه مثلا، أو يمتنع عن أمور معينة لأجل الصحة، هذا حاصل حاصل، فلو نواه نفس الشيء، يبقى فيه نفس الخلاف المذكور. مقابل الأصح أنه يعتبر إيه؟ تشريك ويبطله، والأصح أنه لا يعتبر ولا يعد تشريكا ولا يبطل الصيام بهذه النية. قال ومنها ما لو نوى الصلاة ودفع غريمه صحت. أيوة. صلاته زي ايه؟ زي نويت اصلي ركعتين لله في فيلم فريد شوقي ده. اللي هو البوليس جاي يقبض عليه فراح ايوه
نوى الصلاة ودفع إيه؟ غريمه اللي هو الدائن يعني. الغريم اللي هو لقى في المسجد الراجل عمال يدور عليه عشان يستقصي إيه؟ دينه، وهو محرج ما معهوش فلوس، فانشغل بالصلاة. هل هذا ينافي الإخلاص؟ لا ينافي الإخلاص، تمام؟ لا ينافي إيه؟ الإخلاص. هتحكحك بقى وتقول لي طب ما هو لو ما جاش الراجل الغريم دوت ما كانش صلى ركعتين دول. ايوه بس ده برضو لا ينافي الاخلاص، لا ينافي ايه الاخلاص. هذا دفعه الى ذلك نعم، لكن لا ينافي الاخلاص، لان الراجل محرج عايز يحفظ ماء وجهه، قال لما انا اقوم اصلي ركعتين هو هيستحي من الله ومش هيستناني وهيسيبني وهيمشي حياء من الله. كل هذا ليه؟ لأن دفع الغريم أيضا حاصل وحاصل، نفس الحكاية زي الوضوء وزي الحمية، دفع الغريم حاصل وحاصل بإيه؟ بالصلاة. إيه؟ لو أعز أيوة الله يكون في عونه بقى يطول. اللهم اقضي عنا جميعا الدين وأغننا من الفقر يا رب العالمين. الله حاسس بوجع. قال: لأن اشتغاله عن الغريم لا يفتقر إلى قصد، وفيه وجه خرجه ابن أخي صاحب الشامل من مسألة التبرج. صاحب الشامل اللي هو مين؟ الإمام ابن الصباغ، أبو نصر ابن الصباغ عبد السيد محمد ابن محمد ابن عبد الواحد. أبو نصر ابن الصباغ من كبار 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 أئمة المذهب الشافعي، ومن أصحاب الوجوه، ومن أول من درس في المدرسة النظامية التي درس فيها بعده الإمام الجويني والشيرازي والغزالي. يعني ده إمام عظيم جدا من العراقيين، ولو كتاب اسمه الشامل. الشامل دوت من الكتب المهمة جدا في الفقه الشافعي، وهو من أصحاب الوجوه. وابن أخي هذا الذي جمع فتاواه كان فقيها أيضا، تتلمذ على يد عمه ابن الصباغ، وهو جايب أبو منصور أحمد ابن محمد ابن عبد الواحد ابن الصباغ ابن أخي الإمام، أيضا فقيه شافعي، لكن طبعا ليس بدرجة ابن إيه؟ ابن الصباغ. و نعم الصباغ من طبقة قبل يعني من نفس الطبقة، بس هو يعني أعلى من الجويني. فضل منان. قال: ومنها ما لو نوى الطواف وملازمة غريمه. عكس بقى. مش هيهرب، ده بيطرد، ده بيطارد غريمه. لقى غريمه في الحج أو في العمرة، أو هو مكي وغريمه مصري جاي مكة، طبعا مش ممكن المصري يبقى غريم. فترصد له بقى وهو بيطوف، نوى الطواف عشان ايه؟ يلاحق غريمه. او السعي خلفه، والاصح الصحة لما ذكر، فلو لم يفرد الطواف بنية لم يصح. يعني ايه؟ يعني هو بس ما بيطوفش، هو ما بيطوفش، هو بس غرض ان هو يعني يطارد غريمه، فهنا بقى ما فيش طواف اصلا، هنا ما فيش طواف. فلو لم يفرد الطواف بنية لم يصح. يعني احنا عايزين ايه؟ انت بتطارد غريمك ماشي، ما احنا ما عندناش اعتراض على الموضوع ده، ولكن نويت الطواف او لم تنوي الطواف دوت ايه؟ ما نواش الطواف يبقى مش هينعقد له. قال: لانه انما يصح بدونها لانسحاب حكم النية في اصل النسك عليه، فاذا قصد ملازمة الغريم كان ذلك صارفا له ولم يبقى للاندراج أثر كما سيأتي. أيوة، يعني هو العملية كده متمحضة للإيه؟ لمطاردة الغريم، يبقى مش هينفع له نسك بهذه النية. لكن أنا لو نويت النسك تمام، وبعدين وأنا في الطواف كده لمحته، فبالمرة ماشي، ده مش هيبطل الإيه؟ لأنني أفرضت الطواف بنية. لو لم أفرد الطواف بنية لا يصح هذا الطواف أبدا، ويبقى عمل عادي. قال: ونظير ذلك في الوضوء أن تعزب نية رفع الحدث. تعزب يعني تغيب. المفروض في حاجة اسمها إيه؟ إن النية تظل مستمرة
انتهاء العمل، مش هقعد اقول نويت، لا، نويت ويظل هذا الامر باقيا في قلبي وفي نفسي وفي عقلي وفي وجداني الى ان تنتهي العباده، بحيث انه لا يكون عملا عبثا ولا عملا من اعمال العاده. لو كنت اتوضا مثلا، ها، براعي الترتيب، يبقى انا بتوضا، معنى كذا. يبقى عزوب النيه، ما معنى عزوب النيه؟ عزوب النيه الحالة الزهايمر كده اللي بتيجي لأي واحد فينا، هو مش عارف هو بيعمل ايه، دخل اتوضأ ناوي الوضوء، وبعدين وهو بيغسل ايده افتكر حاجة، حصل له اي حاجة، راح نقلت عقله في حتة تانية، فقعد يغسل بقية اعضاء، ويغسل رجله، ويغسل وشه تاني، ويغسل دماغه، ويجيب الصابونة ويحط على، خلاص خرج من الوضوء. هذا معنى عزوب النية. عزوب النية يعني لا يميز انه في عبادة أو في غير إيه عبادة. وده يحصل، الحالة دي تحصل كتير في إيه؟ في الأعمال التي تختلط تتشابه فيها العادة بالعبادة، زي الوضوء والغسل والكلام ده كله، ممكن يحصل هذا. داخل يرفع الحدث مثلا من الجنابة، ولكن هو فاكر نفسه دخل عليه الموضوع إن هو النهاردة الجمعة مثلا، أو إن هو خارج فبيتطهر كده، بيتنظف كده للخروج، فمن الممكن ان المواضيع تتداخل مع بعضها، تمام؟ لكن ممكن يحدث في الصلاة اختلاط عبادة بغيرها، ظهر بعصر، ده مش عزوب، يعني ده مش عزوب. لكن العزوب، عزوب النية ان ينسى تماما ماذا يفعل، وما ينفعش. ده في الصلاة صعبة جدا الحكاية دي، صعب انه واقف يصلي وبعدين يكون بيلاقي نفسه بيعمل أعمال عبس، إلا إذا كان مريض نفسيا، ده موضوع تاني، ممكن يعني مريض نفسي موضوع تاني. تفضل. قال: ونظير ذلك في الوضوء أن تعزب نية رفع الحدث ثم ينوي التبرد أو التنظيف، والأصح أنه لا يحسب المغسول حينئذ من الوضوء. لا يحسب المغسول بها بأنهي بقى بيتكلم على أنهي؟ المغسول وضوءا، ما هو قطعا المغسول بنية التبرد ليس من الوضوء. هو بيتكلم على أنهي مغسول يا بيه؟ بيتكلم على المغسول الذي نواه وضوءا. طيب، ما احنا عندنا الموالاة ليست واجبة، الترتيب عند الشافعية، الترتيب واجب والسنة، الموالاة هي السنة، الموالاة هي السنة، أيوة، بس عزوب النية قطع الموالاة. إمتى الموالاة؟ لو النية لم تعزب، يعني أنا توضأت وبعدين رحت أتكلم في التليفون، تمام، وبعدين رجعت تاني ما لم يجف العضو، تمام، وبعدين حصل، ف الموالاة بمعنى موالاة العضو للعضو هي سنة عند الشافعية وليست واجبة. لكن لما حصل عزوب للنية قطع العمل، قطع ايه؟ العمل. عشان هو ليه بيقول لك ان المغسول لا يعتبر من الوضوء؟ عشان ما تجيبلوش حتة الموالاة، تقول له طب ما انت شافعي وبتقول الموالاة ليست واجبة، طب ما يكمل. لا، وهو عبر بالإيه؟ عبر بالأصح. لا، ما هو مش هيحسب، ما فيش وجه الحسبان من الوضوء أصلا. لماذا؟ لأنه أصل الفكرة إيه يا عم الشيخ محمود؟ أنه نوى الوضوء ثم عزبت النية ثم نوى التبرد، فنية التبرد دي مش هيجري فيها الخلاف، لكن احنا بنقول على ما نواه وضوءا، ما نواه وضوءا. لو قلنا ان نية التبرد وهذه تقطع العمل، يبقى مش هنبني عليه. لو قلنا ما تقطعش العمل، هو رجع استرجع النية تاني وكمل الوضوء والموالاة سنة، يبقى ماشي. بس هيعمل ايه؟ الاعضاء، يعني على القول بقى بمقابل الاصح، بمقابل الاصح يعمل ايه؟ الاعضاء التي غسلها على سبيل التبرد لابد ان يعيدها بنية الوضوء. لو قلنا بمقابل الاصح، ما هو بيقول لك الاصح ايه؟
عدم اعتبار المغسول من الوضوء، يعني هيعيد الوضوء من أول وجديد. طب مقابل الأصح لو حبينا نمشي وراه، حلو، واللي بعد عزو بالنية كده كده مش هنحسبه، طب هو غسله هيعمل ايه؟ يعيده تاني بنية الوضوء مقابل الأصح، خلاص عزو بالنية أبطلها. اه تمام. فلكن احنا عندنا كده صورتين، صورة عزو بالنية وإنشاء نية جديدة يبطل العمل، والصورة الأخرى اللي هي مقابل الأصح عشان بس تعرف هيعمل إيه. لو غسل أعضاء بنية التبرد يبقى يعيدها تاني بنية الإيه؟ الوضوء، ويتم على ما فات. قال: ومنها ما حكاه النووي عن جماعة من الأصحاب في من قال له إنسان صل الظهر ولك دينار، فصلى بهذه النية أنه تجزئه صلاته ولا يستحق الدينار، ولم يحك فيها خلافه. يعني واحد بيشجع واحد، بيشجع واحد على واحد ما بيصليش مثلا، عايز يشجعه فبيقول له صلي الظهر ولك دينار، فصلى لهذه النية فهو ليس مستحقا للدينار. لماذا؟ لأنه لا يوجد سبب لاستحقاق الدينار. لماذا؟ لأن صلاة الظهر فرض، بعكس أنه يقول لي افعل هذا العمل أو رد لي هذا الغائب أو احمل لي هذا الشيء وأعطيك دينارا، فهذه إجارة، هذه إيه؟ إجارة. لكن هو قال له صلي الظهر ولك دينار، ليس معنى ذلك أن الرجل ما يديلوش الدينار، يعني لا يديله الدينار، لكن هو غير مستحق وجوبا، غير مستحق وجوبا. ولكن هل هذا يبطل الصلاة لو صلى بهذه النية؟ لا يبطل الصلاة. هل هذا منافي الإخلاص؟ ممكن يكون منافي الإخلاص، لكن ليس مناقضا للنية، لأنه لن يقول نويت أصلي لآخذ الدينار، إنما يقول سيقول نويت أصلي الظهر. هذا هو عمل الفقيه يا جماعة، هذا هو عمل الفقيه. الدافع أو الحافز أو الكلام ده شيء معنوي ما لناش دعوة بيه. إذا قام وقال نويت أصلي الظهر انعقدت صلاته، هو عايز الدينار مش عايز الدينار، دي قصة إيه؟ خارجة عن الموضوع، خدت بالك؟ تمام؟ طب وهل يجب أن يأخذ الدينار؟ يعني هل هذا في ذمة القائل؟ لا، ليس في ذمة القائل، لأن هذا وعد وليس عقدا، هذا إيه؟ وعد. لكن لو كانت إجارة، احمل لي هذا الشيء ولك دينار، فإيه؟ فيجب أن يعطيه الدينار. قال رضي الله عنه: ومنها ما حكاه النووي عن جماعة من الأصحاب في من قال له إنسان صل الظهر ولك دينار، فصلى بهذه النية أنه تجزئه صلاته ولا يستحق الدينار. ولا يستحق الدينار، لأن الصلاة واجبة، لأن الصلاة إيه؟ واجبة. وهذا ليس من قبيل الجعل، ليس من قبيل الجعالة ولا من قبيل الإجارة. الإجارة أن يعني الجعالة نوع من الإجارة أيضا، أو تشبه الإجارة، من فعل كذا أو من أتى بكذا أو من رد علي عبدي أو من حفظ كذا إلى آخره، فهذه كلها نوع من الجعالة. فالجعل هنا في مقابل إيه؟ في مقابل عمل أو في مقابل شيء، والإجارة كذلك. أما هذا فمقابل فرض، فلا إيه؟ فلا يستحقه. قال: ولم يحك فيها خلافه. ومنها ما إذا قرأ في الصلاة آية وقصد بها القراءة والإفهام فإنها لا تبطل. أيوة، قصد بها توجيه رسائل يعني معينة، واخد بالك؟ زي اللي بيعمله الجماعات، يصلي وبعدين ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ويقعد يعيط فيها يعني كتير، يعني واخد بالك؟ اللي هو عايز يوجه رسالة معينة أو مناسبة معينة فبيقرأ فيها آيات معينة في الصلاة، فلا بأس بذلك، يعني ما يضرش يعني. قال تنبيه: ما صححوه من الصحة في هذه الصور
هو بالنسبة إلى الإجزاء، هو بالنسبة إلى الإجزاء، والإجزاء هو سقوط المطالب، يعني تنعقد بها الصلاة وتكون صحيحة. أما بالنسبة للأجر والثواب فدي هتبقى فيها تقسيمة تانية، هل بقى العمل من قبيل الرياء ولا ليس من قبيل الرياء، هل استوى فيه الرياء ونية العمل، هل زاد الرياء على نية العمل، هل زالت نية العمل على الرياء، كل هذه تفصيلات في الايه في المسألة. الإمام الغزالي بيقول والله يعني لو كان مرائيا بنفس الدرجة اللي هو يعني 50% و50% لا له ولا عليه، تجزئ ولكن لا له ولا عليه، إذا زاد الرياء عن نية العمل فعليه وزر بقدر ما رأى، إذا زادت نية العمل على نية الرياء فله ثواب بقدر ما نوى وعليه وزر بقدر ما رأى، وهكذا. يعني الإمام الغزالي إيه قسمها كده قسمة إيه عدل. صورة كل الصور مجزئة، لأن إحنا قلنا الرياء مش هيبطل أبدا يعني، تمام؟ لكن بالنسبة للأجر والثواب فبحسب الإيه النية، إذا زادت نية العمل زاد الثواب، إذا زاد الرياء زاد الوزر والعياذ بالله. تفضل. قال: وأما الثواب فصرح ابن الصباغ بعدم حصوله في مسألة التبرد، نقله في الخادم. مين اللي نقله في الخادم؟ الزركشي. الخادم ده كتاب حلو قوي جميل لبدر الدين الزركشي، اسمه الخادم على يعني الشرح الكبير والروضة، ده من الكتب المهمة جدا أيضا، في اسمه خادم الروضة، اسمه خادم الروضة، من الكتب المهمة جدا في الفقه الشافعي للإمام بدر الدين الزركشي، وهو كبير يعني في حوالي 30 مجلدا، ومشكلته أنه مكتوب بخط الزركشي، مكتوب بخط الزركشي، وخط الزركشي مشكلة يعني كبيرة جدا، أن الزركشي يكتب كتاب بخط إيده، لأنه هو لما كان بيرجع يقرأ الكتاب ما يعرفش يقرأ. أيوة، كان خط يعني من الخطوط الصعبة، خط الزركشي، والحافظ ابن حجر أيضا من الخطوط الصعبة اللي هي ممكن هو نفسه ما يعرفش يقرأ، اللي هو يعني يكتب كتابة الهذرمة الغاز، يعني الفه مثل القف مثل التهم مثل كله، تلاقيها كده ايه عامله زي الكتابة اللاتيني ما تعرفش. وانا رأيت هذا فعلا في مخطوطة تشنيف المسامع، لما كان الشيخ بيقرأ لنا تشنيف المسامع زمان، فكانت تشكل علينا بعض الكلمات في التحقيق، فنرجع للمخطوطات نلاقي الدنيا لا خلينا في الرحمة دي أحسن يعني. لكن هو عمل في رسائل ماجستير ودكتوراه الخادم، أظن في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، وأظن برضو في كلية الشريعة هنا، مش فاكر كلية الشريعة، لكن أنا متأكد إن الشامل ابن الصباغ موجود محقق في كلية الشريعة. قال: ولا شك أن مسألة الصلاة والطواف أولى بذلك، ومن نظائر ذلك مسألة السفر للحج والتجارة. هي نفس الحكاية، يعني إيه نفس الحكاية، أنه يفعل فعلا لله وينوي معه غيره. وبعدين القرآن نص على ذلك، قال: لا جناح عليكم أن تبتغوا فضلا من ربكم، ما أبطلهاش ولا حاجة. وده ليه؟ لأن الراجل مثلا رايح مسافر ودفع فلوس كتير، ولكن ممكن يعمل صفقة تجارة تعوض له هذا إيه المال، فلا بأس إيه فلا بأس بذلك. قال: والذي اختاره ابن عبد السلام أنه لا أجر له مطلقا. لا أجر له مطلقا، مش لا يجزئ، مش لا يجزئ، لا أجر له مطلقا، كأن نية التجارة زاحمت نية العمل، وسيأتي أن هذا الكلام باطل أو غير دقيق يعني، ده بس ده رأي ابن عبد السلام، إني العز ابن عبد السلام، يعني إني إيه أنه لا أجر له مطلقا، إذا نوى الحج ونوى التجارة إيه معا فقد زاحمت نية التجارة نية الحج، فأصبح لا له ولا عليه. ولكن هل حج مجزئ؟ هل دي حجة الإسلام تسقط عنه المطالبة؟ نعم تسقط عنه المطالبة.
قال: والذي اختاره ابن عبد السلام أنه لا أجر له مطلقا تساوى القصدان أم لا؟ يعني حتى إذا زاد قصد الحج على قصد التجارة أو قصد التجارة على قصد الحج فلا أجر له مطلقا عند ابن عبد السلام، لكن الغزالي له رأي آخر. قال: واختار الغزالي اعتبار الباعث على العمل، فإن كان القصد الدنيوي هو الأغلب لم يكن فيه أجر. إذا كان لا يخرجه إلا التجارة، لا يخرج من بيته إلا للتجارة، وجاء الحج أو العمرة تبعا فلا أجر له مطلقا. طب إذا كانت دي حجة الإسلام تجزئه، تمام؟ إذا فعلها وكالة عن من لم يحج تجزئه، فهمني؟ إذا فعلها نيابة، يعني والله وانت رايح أنا طالع تجارة، طب ما تحجلي عنك بالمرة، حج عني بالمرة، ففعل ذلك تجزئه. فقضية الفصل بين الإجزاء والثواب، بين الإجزاء والثواب، والإجزاء كما قلنا إيه؟ سقوط الإيه؟ المطالبة، سقوط المطالبة. قال: فإن كان القصد الدنيوي هو الأغلب لم يكن فيه أجر، وإن كان الديني أغلب كان له الأجر بقدره، وإن تساويا تساقطا. اللي احنا قلناه، تمام، وإن تساويا تساقطا، بس ملوش دعوة بالإجزاء، عشان بس إيه ما تلخبطش الأمور في دماغك، تقول ده هو كده بيقول إنها باطلة، هي ليست باطلة، هي مجزئة وكل حاجة. قال رضي الله عنه: قلت: المختار قول الغزالي، ففي الصحيح وغيره أن الصحابة رضي الله عنهم تأثموا أن يتجروا في الموسم بمنى، فنزلت: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج، تمام؟ هم تأثموا أن هم يعملوا كده، وربنا قال ليس إيه؟ لا 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 جناح ولا إثم عليكم في ذلك. قال: القسم الثاني أن ينوي مع العبادة المفروضة عبادة أخرى مندوبة. أيوة. وفيه صور منها ما لا يقتضي البطلان. هنا خد بالك، إحنا إيه؟ إحنا قلنا أن ينوي مع العبادة ما ليس بعبادة، وفي صور تبطل اللي افترضها الإمام السيوطي في الذبح لله ولغيره، وصور لا تبطل اللي هو إيه؟ اللي هو ذكرها. فهذا كله إيه؟ قسم واحد. يعني أن ينوي مع العبادة، أن ينوي مع الله غير الله، أن ينوي مع الله إيه؟ غير الله، دي الصورة الأولى، تمام؟ وإحنا قلنا دي على قسمين، في صور قليلة قليلة جدا يبطلها هذا القصد، وصور كثيرة فيها الخلاف، مش هنقول لا يبطلها، لكن فيها إيه؟ الخلاف، الأصح أنها ليست باطلة، والأصح الإجزاء. النوع الثاني بقى، يعني القسمين اللي فاتوا دول مندرجين تحت القسم الأول اللي هو إيه؟ أن ينوي مع الله غيره، أن ينوي مع الله غيره. هنا بقى أن ينوي إيه؟ مع العبادة المفروضة عبادة تانية مندوبة، الاثنين لله، الاثنين إيه؟ لله، ولكن ده فرض وده نفل، إمتى بقى يبطل أو لا يبطل؟ قال: وفيه صور منها ما لا يقتضي البطلان ويحصلان معا. أيوة، ودية اللي بتكون النفل فيها حاصل بالفرض وبغير الفرض، اللي هي بقى إيه؟ واحد داخل يصلي تحية المسجد، ما فيش صلاة مخصوصة اسمها تحية المسجد، لكن لك أن أو يندب لك أن تفتتح المسجد بصلاة حتى لو كانت مفروضة ويحصل بها تحية المسجد، تبقى مفروضة ويحصل بها تحية المسجد، واخد بالك؟ يبقى ده ما حصلش، ما هي كده كده تحية المسجد حاصلة، تحية المسجد إيه؟ حاصلة. فمش كل الصور برضو إيه؟ مش كل الصور يحكم عليها بالبطلان، يعني رغم ان هو بيقول لك النية لتمييز الصلاة المفروضة عن الصلاة النافلة، لكن هنا الصلاة النافلة ليست لها صلاة مخصوصة، ليست لها ايه؟ صلاة ايه؟ مخصوصة اسمها تحية المسجد، لا مفيش صلاة مخصوصة اسمها تحية المسجد، ولكن تحيي المسجد بصلاة، تحيي المسجد بصلاة. فضل. قال: ومنها ما يحصل الفرض فقط. أيوة. ومنها ما يحصل النفل فقط،
ومنها ما يقتضي البطلان في الكل. أربع صور: ما لا يقتضي البطلان ويحصلان معا، أي النفل والإيه والفرض، ومنها ما يحصل الفرض فقط، ومنها ما يحصل النفل فقط، ومنها ما لا يحصل واحد منهما، يعني يبطل الإيه الجميع. شايف التفصيل يا جماعة؟ ما فيش حاجة كده مصارعة لل، حتى شوف بيقولك لله ولغيره قد يبطلها، وهنا التشريك في صور، العملين يجزئوا أو يقبلوا، أو عمل منهم يقبل أو الاثنين ما يقبلوش، يعني دائرة البطلان برضو دائرة إيه ضيقة. شوف الفقيه بيفكر إزاي. تصحيح أعمال الناس وعقودهم وأقوالهم وأفعالهم ما أمكن، عكس الصورة بتاعت الوهابية تماما. إبطال كلام الناس وحمله على أسوأ المحامل ما أمكن. ده بيقول لك طب هو رايح يزور سيدنا الحسين أصلا ليه؟ تمالك رايح يزور سيدنا الحسين ليه؟ يعني كأنه بيقول لو لم يكن يعبده ما زاره. دي طريقة، طريقة الأمة، تعظيم شأن الأمة، دي طريقة العلماء، دي طريقة، الطريقة المتصلة بالسلف الصالح. ليه؟ لأني نويت الذبح للبدوي متصلة بهذه البئر لأم سعد، سند متصل، تمام؟ هذه البئر إيه؟ لأم سعد، تمام؟ الفقيه فكر كده لما جه يشوف الصور اللي في حياة الناس وقاسها بأقوال وأفعال الصحابة، قال لك طب ما هو ما حدش قال له انت لما قلت البئر لأم سعد تبقى بتعمل عمل لغير الله او مشرك او كده، طب ما تيجي نفسرها تفسير يتناسب مع الايمان، يبقى لفقراء البدوي، لفقراء الحسين. الطريقه دي يا جماعه ما عملتش مشاكل في الامه، هذه الطريقه تصحيح اقوال الناس افعال الناس، اعتبار قرينه المعتقد الصحيح قرينة صارفة لكل ما يحتمل عن الشرك والكفر والبغي إلى الإيمان. دي طريقة العلماء وطريقة أهل الله وطريقة الصالحين لكن الطريقة اللي ماشية بتاعت التنقيب أو الحمل الكلام على أسوأ محامله، لا دي مش طريقة أهل العلم. فإحنا قدامنا كده السيوط يعني بيقول لك نوى لله ولغيره، عندنا يجي 10 صور كلهم صحيحة، وعندنا صورة واحدة هو أبطلها وفيها تفصيل، فيها في كتب العلم تفصيل، هو السيوطي نفسه اللي قضية الذبح ديت فيها تفصيل، يعني الصورة اللي هو ذكرها وحرمها لا تحمل إلا على المعتقد فقط. بس شوف بقى كمان احنا ضيقناها كمان شوية احنا كمان، تمام؟ وبعدين بقول لك صور التشريك، العبادة معها عبادة غيرها، فرض ونفل كده الاول وهلا يبطل، لا قالك ما يبطلش، ده في ثلاث صور ما بيبطلوش، في صوره واحده اللي بتبطل. هذا برضو نمط طريقه في التفكير، طريقه في التناول. احنا عايزين نعيش ولا عايزين نتخانق بجد؟ احنا عايزين نعيش في صراعات ومشاكل وخناقات وضيق وعنت، وبنستعمل الادله الشرعيه والفقه والقواعد في الحكايه دي ممكن، ولا عايزين نحيا ونعيش ونعمر ونحل المشاكل ونحمل الكلام على أحسن محامله؟ هي دي طريقة أهل العلم زي ما انت شايف اهو، زي ما انت شايف. لازم تحلل الكلام دوت، ولازم تفكر فيما وراءه من عقل وتفكير وإدارة للمسائل الفقهية عاملة ازاي. ما كفروش، ما بدعوش، ما فسقوش، ما ده انت تلاقيه بيتمحل يقول لك تصحيحا لكلام، إجراء لكلام المكلف على كلام الشارع. في مثلا لما تيجي تقرا التمهيد للإسنوي ربنا يسهل لنا ونقراه، تلاقي الكلمه بتحتمل حاجه وبتحتمل حاجه، يروح حاملها على ما يكون صحيحا، يقول لك تصحيحا لكلام المكلف، إجراء لكلام المكلف على كلام الشارع. يا سلام، ايه الجمال ده؟ ايه الحلاوه دي؟ ايه الناس العسل دي؟ الكلام الناس الجميلة دي، مش الناس اللي عمالة عايزة تتلكك وتتمحل لأجل إكفار الناس أو إبطال أعمالهم
أو حمل أقوالهم وأفعالهم على أسوأ المحامل، هذا ليس هدي رسول الله، ليس هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. دي مش طريقة، دي طريقة ندمر بها المجتمع ونفكك بها الأسر ونحلل الروابط اللي ربنا عايزها تظل هكذا يعني راسخة وثابتة. والفقه يعالج، فإذا صار الفقه زي ما بعض إخواننا بيعملوا، إذا صار الفقه مسببا لأزمة فقد حتى عن طريقة الفقهاء. واخد بالك؟ اتفضل يا مولانا. قال: فمن الأول أحرم بصلاة، اللي هو إيه؟ اللي هما الاثنين هيصحوا مع بعض، يعني نوى الفريضة ونوى النفلة والاثنين هيبقوا إيه؟ يا سلام على الحلاوة يا عم الشيخ محمد، شايف الجمال ده؟ احنا بنرسم، يعني احنا مش بنرسم، احنا بنتفرج على لوحة. بجد في جمال في الفقه، وفي جمال في الأصول، في جمال جوه العلم دوت، واحنا عايزين نستكشف هذا الجمال. مش عشان اقول لك الفقه جامد، الفقه مش جامد، ده الفقه كله جمال وكله حيوية، والراجل بيرسم لوحة، بس انت لازم يكون عندك عين يعني لما هتشوف الجمال دوت قوم تعيش بيه وتنشره بين الناس. وها حتى كتب الأصول فيها نفس، كتب المنطق فيها نفس المعنى ده، العلم فيه جمال وليس فيه إيه؟ قبح. تفضل. قال: فمن الأول أحرم بصلاة ونوى بها الفرض والتحية. تحية المسجد صحت صح وحصل معا، يعني يحصل له ثواب التحية، لأن التحية ليس لها صلاة مخصوصة، ويحصل الإجزاء في الإيه؟ في الفرض. قال في شرح المهذب: اتفق عليه أصحابنا ولم أرى فيه خلافا بعد البحث الشديد سنين. يا سلام، يعني تحري، قمة التحري، يعني عشان يطلق قول زي ده، عشان برضو الناس تقول لك إيه الفقهاء لا مش بيتساهلوا، ده علم واسع وعلم غزير وتحري وتدقيق وبحث عشان يقول ايه كلام زي ده. وقال الرافعي وابن الصلاح: لا بد من جريان خلاف فيه كمسألة التبرد. طرد للقاعدة، يبقى الأصح يصح ومقابله يبقى فيه ايه؟ فيه خلاف يعني. قال النووي: والفرق ظاهر. والفرق ظاهر، دي غير مسألة التبرد، لأن دي عادة وعبادة. التبرد عادة وعبادة يلتبسان ببعض، مع ان الأصح الإجزاء مع ان الأصح الايه؟ الإجزاء. بس احنا ليه افتكروا ليه صححنا؟ لأن التبرد حاصل نوى أو لم ينوي، تمام؟ التبرد كده كده هيحصل، لكن اللي أبطل اعتبرها تشريك في النية، وده الوجه الضعيف مش الوجه الايه؟ الأصح، تمام؟ اتفضل. قال النووي: والفرق ظاهر، فإن الذي اعتمده الأصحاب في تعليل البطلان اللي هو مقابل الأصح، اللي هو مقابل الأصح في مسألة التبرد، هو التشريك بين القربة والعادة اللي هي غيرها، بين القربة وغيرها، تمام. قال: وهذا مفقود في مسألة التحية، فإنهما قربتان، ده فرض قربة والتحية قربة أيضا لله سبحانه وتعالى. فإن الفرض والتحية قربتان، إحداهما تحصل بلا قصد فلا يضر فيها القصد. اللي هي إيه؟ اللي هي التحية، زي ما قلنا مفيش الصلاة المخصوصة. كما لو رفع الإمام صوته بالتكبير ليسمع المأمومين. يا سلام. فإن صلاته صحيحة بالإجماع. أيوة. وإن كان قصد أمرين لكنهما قربتين. عشان مفيش تعارض، مفيش تعارض. قال: نوى بغسله غسل الجنابة والجمعة، حصل جميعا على الصحيح، وفيه وجه. والفرق بينه وبين التحيات حيث لم يجر فيها أنها تحصل ضمنا ولو لم ينوها، وهذا بخلافها. أيوة، يعني إيه؟ يعني لو لم ينوي رفع الجنابة مش هترتفع، أما لو لم ينوي التحية فقد حصلت ضمنا. خد بالك، يعني زي ما قلنا في صلاة معينة اسمها تحية المسجد، فلو هو دخل وصلى الفرض فكأنه صلى تحية المسجد، وكأنه إيه
فالنية دي تديله ثواب أكتر، تديله أجر وهكذا يعني، تمام. إنما في الاغتسال للجمعة وهو سنة قربة، والاغتسال لرفع الحدث وهو سنة، لو لم ينوي رفع الحدث مش هيرتفع، لكن لو نواهما معا يحصل له الأجر والثواب ويرتفع الإيه؟ ويرتفع الحدث. فهذا هو الإيه؟ الفرق بين الجمع بين قربة فرض الصلاة وقربة تحية المسجد، وبين قربة غسل الجنابة وغسل الجمعة، إن لا بد من النية هنا، إنما الأولى مش لا بد من النية فيها ولا حاجة. قال: نوى بسلامه الخروج من الصلاة والسلام على الحاضرين، حصل. نوى حج الفرض وقرنه بعمرة تطوع أو عكسه، حصل. ولو نوى بصلاته الفرض وتعليم الناس جاز. الحديث ذكره السنجي في شرح التلخيص. صام في يوم الحديث عرفة. يعني ايه الحديث؟ حديث جبريل اللي هو اتاه فعلم النبي صلى الله عليه وسلم واوقاتها. فهذا بنيتين، نية التعليم ونية الصلاة، يعني هذه الصلاة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بتعليم جبريل له ليست صلاة باطلة، مع ان فيها ايه؟ غرض التعليم ايضا. ماشي بقى. انا نفسي يعني تاملت فيه دلوقتي، بس يعني ما استحضرتوش غير لما فكرت ايه الصوره اللي ممكن ينطبق عليها هذا. ما فيش حديث بينص على هذا، لكن في عمل عمله النبي صلى الله عليه وسلم وعمله سيدنا جبريل، ان هو جاءه وعلمه الصلاه وكذا، وقال لو الوقت ما بين ايه هذين. فدي الصوره الوحيده اللي انا شايف انها تنطبق عليها. مثلا ممكن، سبحان الله. قال: صام في يوم عرفة مثلا قضاء أو نذرا أو كفارة، ونوى معه الصوم عن عرفة، فأفتى البارزي بالصحة والحصول عنهما. قال: وكذا إن أطلق فألحقه بمسألة التحية. قال الإسنوي وهو مردود: والقياس ألا يصلح. هذا كلام كبير يا مولانا. صام في يوم عرفة، طبعا احنا عندنا ايه؟ في سنة مؤكدة للصيام في ايه؟ في يوم عرفة، هذه القربة. قضاء او نذرا او كفارة، الثلاثة دول ايه؟ واجب. الثلاثة دول ايه؟ واجب. يبقى جمع بين الفرض وبين النافلة. طيب، فألحقه بمسألة التحية اللي هو ايه؟ يحصلان معا. تمام. قال الإسنوي وهو مردود، وهو مردود. والقياس، كلمة القياس هنا إيه المقصود بيها يا جماعة؟ ها؟ طرد القاعدة. المقصود بيها هنا إيه؟ طرد القاعدة أو الأصول، مش القياس اللي هو القياس الأصولي. تمام. كلمة القياس دي لما بتيجي لها إطلاقات، لها إيه؟ إطلاقات، منها المشهور اللي هو القياس الأصولي، اللي هو إلحاق أصل بفرع أو مماثلة أصل لفرع لاشتمالهما إيه؟ لاشتراكهما في علة الحكم عند المثبت. طيب، لكن القياس يرد ويراد به معاني أخرى، خد بالك، يرد ويراد به معاني أخرى. لما يذكر في كتب الفقه هذا على خلاف القياس، على خلاف القياس، تمام، ويقصد به هنا القواعد العامة أو الأصول العامة في المذهب أو حتى في الشريعة الإسلامية. فمثلا يقول لك الشفعة جائزة على خلاف القياس، السلام جائز على خلاف القياس. يعني ايه الشفعة جائزة على خلاف؟ يعني القياس يعني الأصل أن الإنسان يتصرف في ملكه كيف ما شاء،
ما ينفعش تيجي انت تقهرني. وحتى هي تعرفها في الفقه ان هو تملك قهري، حق تملك قهري. شوف التعريف. فاحنا عملنا حاجة مخالفة للقواعد العامة، للأصول، للأدلة، وراعينا أمرا آخر، راعينا تضرر الجار أو الشريك من الشريك الجديد. قلنا له عشان احنا هنعمل لك استثناء، هنعمل لك استثناء بس بشرط انت كمان ما تستعبطش. يعني ايه ما تستعبطش؟ يعني لابد ان تقبل بثمن المثل وان تسارع في طلب الشفعة. فاذا لم تطلب الشفعة هيسقط حقك، اذا ساومت على اقل من ثمن المثل يسقط حقك، لان حقك اصلا ده احنا متلكي يعني، ها هو مش حق اصيل، ده احنا عاملينه عشان شعورك، عاملينه استثناء. لكن الاصل الراجل يبيع زي ما هو عايز. الانسان حر في ملكه يتصرف فيه كيفما شاء، بالهبه او بالبيع او بالاجاره او بما شاء. فالشفعه جاءت على خلاف القياس. السلم بيع مجهول، بيع معدوم، والاصل انه لا تبع ما ليس عندك. فنظرا لحاجات الناس أن يشتروا ما ليس في بلدانهم، والتجار يخافوا أن هم يروحوا يجيبوا من البلاد البعيدة فيجيبوا البضاعة والناس ما تشتريهاش، فعملنا عقد السلم ده أن هو يتعاقد على السلعة قبل ما يجيبها، ولكن بشرط كيل معلوم، وزن معلوم، إلى أجل معلوم. وهكذا في صور كثيرة من الفقه يقال فيها أنها أبيحت أو أجيزت على خلاف القياس. كلمة قياس هنا مش قياس العلة، لا، ده بمعنى إيه؟ بمعنى الأصل في الشريعة أو في الأدلة أو في القواعد أو كذا كذا. وهنا بمعنى برضو طرد القاعدة، هي نفس المعنى، فخد بالك من إيه؟ من هذا، تمام؟ ولذلك لما نيجي نعبر بالقاعدة المشهورة، ما جاء على غير وفق القياس فغيره عليه لا ينقص، هي دي اللي احنا بنقولها. لان انت مش هتيجي بقى تولد من الشفعة معاملة تانية تقصها عليها، لان الشفعة جاءت على خلاف الايه؟ القياس. لكن لو جيت حبيت تطبق القاعدة دي في القياس الاصولي مش هتعرف. يعني هتطبقها ازاي؟ القاعدة بتقول ما جاء على خلاف القياس فغيره عليه لا ينقص. هتطبقها ازاي؟ دي بتطبق بس في الصور المخالفة للأصل، صور استثنائية فلا يقاس عليها غيرها. هذا هو المعنى. يعني ما تعرفش حضرتك تقيس على الشفعة معاملة تانية، للشفعة دي بالنص، ما تعرفش تقيس على السلم معاملة تانية تخرج عليها. ليه؟ الاستثناء ده جاء من قبل الشرع الشريف، من قبل الشرع إيه؟ هو اللي استثنى. وهو إيه؟ كذلك في حاجات كتير جدا، ها، في حاجة اسمها إيه؟ أجيزت بيع العارية برضو على خلاف القياس. العراية تمام، على خلاف القياس، ولها صورة مشهورة في الفقه. يعني ها العراية ديت لما تيجي تحللها هي ربا، واخد بال حضرتك، هي ايه؟ من الربا، لكن أجيزت لدفع حاجة الفقراء وكذا وكذا. وصورتها مثلا المذكورة المشهورة أن يهب الإنسان نخلة في أصل داره أو في أصل بستانه للفقراء، للإيه؟ للفقراء. فلما وهبها للفقراء أصبحت ملك لمين؟ للفقراء. فالفقراء داخلين البستان كل شوية يشوفوا النخلة ويراعوا النخلة ويحصدوا النخلة، فيتضرر الرجل الواهب من دخولهم عليه وعلى أهل بيته وعلى بستانه وعلى كذا وكذا، تمام؟ فيعطيهم مكان الرطب على النخلة، يعطيهم تمرا، تمر الجاف. طب وده ربا ولا مش ربا؟ ربا، بيع التمر بالرطب من مفاضلة تفاضل ربا، تمام؟ ولكن الصورة دي مستثناة. لماذا؟ لمراعاة مصلحة الفقراء، خدت بالك؟ لمراعاة إيه؟ صالح الفقراء. ولذلك النص رخص في العرايا. رخص في إيه؟ رخص في العرايا،
ومعنى أنه رخص أن الأصل أنها ربا، تمام؟ وليست العراية هي العارية اللي هي تدي تعير يعني، لا، العراية دي نوع معين من المعاملات له صور، وأبيحت على خلاف الأصل لأجل مصلحة الفقير ولأجل رفع الحرج عن الواهب اللي هو صاحب التمر، صاحب الرطب أو صاحب البستان، ما يتضررش من دخول الناس عليه. فيقول لهم يا جماعة ريحوا نفسكم وأنا هجيب لكم مكان الرطب تمر لغاية إيه؟ لغاية عندكم، تمام؟ لكن الصورة دي النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا، بيع الجنيبة واشتري مكانه بثمنه إيه؟ بثمنه تمرا أو صالحا أو كذا أو كذا إلى آخره. فالمفروض بقى عايز تبدل تمر بتمر، تبيع التمر القياس، تبيع الرطب وتأتي بثمنه تمرا، لكن لا، هنا ما فيش كده، هنا هتديله تمر على طول، تمر على طول. القياس أنه ربا ولكنه أبيح لأجل مصلحة الفقير ودفع الضرر عن الإيه؟ عن الواهب. فضل يا مولانا. قال والقياس وأن لا يصرف. إحنا كل ده عشان نشرح كلمة القياس، عشان نشرح كلمة القياس لما بتستعمل بتستعمل في إيه ومعناها إيه. قال والقياس أن لا يصلح في صورة التشريك واحد منهما، وأن يحصل الفرض فقط في صورة الإطلاق. والقياس ألا يصلح، ألا يصلح في صورة التشريك واحد منهما. في صورة التشريك يعني إيه؟ يعني ناوى ده وده. يبقى الإباحة قال الإسنوي وهو مردود، طبعا كلام الإسنوي هو اللي مردود. كلام الإسنوي هو اللي مردود، مش كلام الأصحاب. ده الإسنوي بيرد على كل علماء المذهب اللي هو إيه اللي هم قالوا إنها صحيحة، تمام؟ قال لك والقياس يعني إجراء قواعد، المذهب يقتضي إلحاقه بالقسم الرابع ألا يصلح واحد إيه منهما، هذا إذا عين. وإذا أطلق يحصل الفرض فقط، ما يحصلش النفل. يعني إيه الفرض فقط؟ يعني في غسل الجمعة وغسل الجنابة، الجنابة بس، في صيام عرفة والنذر أو الكفارة يحصل النذر فقط أو الكفارة أو الكذا، يعني يحصل الإيه فرض إذا أطلق. أما إذا عين فالقياس عند الإسنوي البطلان، الحقه بالقسم الرابع، متشدد الإسناوي. طبعا الكلام دوت فيه ايه؟ نقد لكلام الأصحاب وهو ضعيف، كلام الإسناوي ده ايه؟ ضعيف. ماشي يا مولانا؟ فضل. ومن الثاني اللي هو ايه بقى؟ اللي هو النفل فقط، هو الفرض فقط. ايوه. ومن الثاني نوى بحجه الفرض والتطوع وقع فرضا، لأنه لو نوى التطوع انصرف إلى الفرض. أيوة. صلى الفائتة في ليالي رمضان ونوى معها تراويح، ففي فتاوى ابن الصلاح. هنا شوف هو مش عارف يلاقي مسلك، مين مش عارف يلاقي مسلك؟ الصور الأولى فيها مسلك، فيها مسلك إيه؟ التبرد، الجنابة وليلة الجمعة. طيب هو مش مطالب، بيقول هو مش مطالب، هو مطالب بمطلق الغسل. فإذا حدث بخاص أو بجزئي من هذا المطلق انعقد. نفس الحكاية صلاة التحية، هو مش مطالب بصلاة معينة، تمام؟ فنوى الفرض والتحية معا، انعقد معا على إيه؟ على هذا القول. يعني قصدي أقول لك يعني إيه، إنما هنيجي هنا لصورة الفرض شيء والتطوع شيء تاني، لا يمكن الجمع بينهما. نية الفرض مغايرة لنية التطوع، تمام؟ نية الفرض مغايرة لنية التطوع. التطوع بمعنى إيه؟ بمعنى أنه يجوز تركه،
أنه لا يعاقب على تركه، الفرض يعاقب على تركه، التطوع لا يعاقب على تركه. هتقول لي طب ما دي تشبه سورة التحية، هقول لك لا، ما انت مش واخد بالك، ما فيش حاجة مخصوصة اسمها التحية. التحية دوت أن تحيي المسجد بصلاة. الصلاة دي إيه؟ إن شاء الله تكون صلاة استسقاء، إن شاء الله تكون صلاة حاجة، إن شاء الله تكون صلاة استخارة، إن شاء الله تكون صلاة فرض. طب ما لقيتش حاجة تانية، صلي ركعتين يا أخي تحية مسجد، بنية تحية المسجد، واخد بالك من المعنى؟ يبقى صلاة تحية المسجد ليست لها صلاة إيه مخصوصة، إنما ده راجل عايز يتنفل تنفل مطلق كده، ده ما هي والفرض ما هي أخرى، تمام؟ فلذلك إيه؟ قال لك لا ما ينفعش بقى، ده صورة أضيق من الأولى، صورة أضيق من الأولى. قال صلى الفائتة في ليالي رمضان ونوى معها التراويح، ففي فتاوى ابن الصلاح حصلت الفائتة دون التراويح. قال الإسنوي وفيه نظر لأن التشريك مقتضٍ للإبطال. على نفس القاعدة اللي هو ذكرها ماشي. قال ومن الثالث أخرج 5 دراهم ونوى بها الزكاة وصدقة التطوع، لم تقع زكاة ووقعت صدقة تطوع بلا خلاف. عجز عن القراءة فانتقل إلى الذكر، فأتى بالتعوذ ودعاء الاستفتاح قاصدا به السنة والبدرية، لم يحسب عن الفرض، جزم به الرافعي. عجز عن القراءة، عجز عن القراءة فانتقل إلى الذكر، اللي هو العجز عن القراءة إما بقى للجهل أو نسي أو حصل أي حاجة، فانتقل إلى الذكر، فأتى اللي جاء على لسانه، اللي جاء على لسانه فأتى بالتعوذ، قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وبعدين دعا دعاء الاستفتاح ماشي بتاع الصلاة، وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا إلى آخره، قاصدا بها السنة والبدلية. البدلية عن إيه؟ عن القراءة، عن قراءة القرآن، لم يحسب يعني لا تجزئ عن الفرض، تمام؟ انت دلوقتي في مقام محتاج ايه؟ محتاج قراءة فرض. احنا بنقول ان العاجز عن القراءة سواء كان انسان جاهل او حديث عهد باسلام او كذا، لا، فيذكر الله بدلا عن ايه؟ عن هذه القراءة. فهو فعل حاجتين، نوى الذكرى ونوى البدلية، لا ما ينفعش، هنا ما يحصل التزاحم الذي يبطل أحدهما. إيه؟ لو نوى الذكرى بمعنى إيه؟ بمعنى التطوع؟ لا ما تقعش. ما هو المقصود بالذكر؟ ما كل ده ذكر، الصلاة نفسها ذكر. الصلاة نفسها إيه؟ إيه؟ أيوه، بس الواجب لا يسقط بلا بدل. يعني احنا بنوجب عليه الذكر، يعني الذكر اصبح في حقه واجبا، هنا واجب، واخد بالك ليه؟ لان القاعده ان الميسور لا يسقط بالمعسور، فهو متيسر له ذكر، تمام؟ ولذلك الحنفيه نفسهم قالوا ان هو يعني لو عمل كده تنعقد له الصلاه، لأنه مطلوب منه مطلق إيه؟ مطلق ذكر. طيب إحنا نوقف هنا يا مولانا، عشان أنا خلاص يعني جبت آخري. يعني الواحد بيفضل شغال لغاية ما إيه؟ ما لا، عشان خاطر ما ندس على نفسنا وبعدين نبطل أسبوعين. طيب والله تعالى أعلى وأعلم وشهيد على ما أقول، وتقبل الله منا ومنكم، وعلمنا الله وإياكم، وفقهنا وإياكم، وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.